السلام عليكم، معكم نجدة جمال رئيسة جمعية تاج الزيتون. احنا اليوم في حفل تتويج ملكة جمال التراث لجمعية منظمة، فمرحبا بكم معنا وكنشكركم على حضورتكم. ملكة جمال 36 مشاركة، ماشي غير بنات وكناس ولكن من جميع المدن المغربية، فكانت المنافسة قوية وحاول ما أمكن أننا نختار ونعطي كل واحد وحدة حقها، فاختارنا 10 خليجية إن شاء الله. مترشحة قدمت المسابقة ملكة جمال التراث خاص يكون عندها واحد البروجي، يعني كيف كنعرفوا المسابقة ديال ملكة جمال ماشي فقط جمال الشكل، فهو عندها أبعاد أخرى اللي هي الأخلاق، العمل الاجتماعي، دونك أي وحدة جات عندها واحد المشروع خيري اللي غادي تقدمو، فهذا هو المعيار الأساسي اللي مهتمين به. كيف جاتكم هذه الفكرة؟ الفكرة صراحة كيف جاتني، أنا سبق لي شاركت في عدة مسابقات هنا وطنية وخارج المغرب، فديجا حصل على عدة ألقاب، وكان ما بين المشروع ديالي اللي كان هو تأسيس الجمعية، وجاتني الفكرة على مدينة سنكناس ما فيها حتى شي مسابقة، ولا كنقول علاش كاينة في الصفر وكاينة في عدة مدن، فجاتنا الفكرة أننا نكريو أسوسياسيون ونبداو بها البروجي ديال ملكة جمال التراث. وجاتني في شهر التراث اللي هو شهر أبريل، فنسقنا مع مركز الثقافي اللي هو في إطار تنظيم ملتقى الربيع الثقافي، فدخلنا معاه بنشاط ملكة جمال التراث.